السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة لمدونة عالم أندرويد 2015 مع حلقة جديدة ودرس جديد. في هذه الحلقة أحضرت لكم برنامج يمكنكم من مشاهدة الأفلام الحصرية والجديدة. هذا البرنامج اسمه شو بوكس. هذا التطبيق لا أعرف إن كان موجود على بلاي ستور، سأضع لكم رابط تحميله أسفل الفيديو في الديسكريبشن. كل ما عليكم فعله عند التحميل ندخل إلى البرنامج. كما تلاحظون هذه هي واجهة البرنامج. كما تلاحظون هذه كلها عبارة عن أفلام، كل هذه عبارة عن أفلام. يمكنكم اختيار أي فيلم والدخول إليه والدخول ويمكنكم الاستمتاع به. يمكنكم اختيار أي فيلم، أي فيلم تريدونه والتفرج عليه. ومن هنا يمكنكم اختيار النوع، مثلا جونغ، مثلا اي نوع تريدون، اكسيون او مغامرات او رسوم او للضحك او للعائلة او سبورت. عدة انواع يمكنكم اختيار اي نوع، ويمكنكم اختيار ايضا سنة اخراجه او انتاجه، مثلا فيلم قديم جدا او فيلم حديث كما تلاحظون، مثلا اخر اصدار. او يمكنكم من هنا اختيار الترتيب حسب الاسماء او حسب اخر اصدار كما تلاحظون. يمكنكم البحث ايضا عن اسم فيلم تريدونه وتعرفون اسمه وتريدون البحث عليه. كل ما عليكم فعله هو الضغط على ايقونة البحث وكتابة الاسم. مثلا سنجري تجربة بسيطة، مثلا ساختار هذا الفيلم. كما تلاحظون هذه الواجهة. من هنا تختارون جودة الفيلم، مثلا لو او متوسط او قيمة رائعة. انا اخترت لو لكي اريكم فقط التجربة. ومن هنا يمكنكم داونلود، يمكنكم تحميل الفيلم ومشاهدته لاحقا او واتش ناو مشاهدته الان. سنضغط على واتش ناو لنشاهد الفيلم الان. كل ما عليكم فعله هو الانتظار فقط قليلا، انتظار الى حين. فهو تطبيق رائع جدا، انا انصحكم باستعماله. ننتظر فقط قليلا. كما تلاحظون ها هو الفيلم شغال 100%. كما تلاحظون فهو فيلم حصري وجديد على ما أظن، أنا لم أسبق لي أن شاهدته. أتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الدرس. لكل من استفاد لا أريد تذكيركم المرة وضع لايك للفيديو وصابون للحلقة ليصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم زهير من مدونة عالم الأندرويد 2015. إلى اللقاء، إلى حلقة قادمة إن شاء الله مع درس جديد.